بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم أعزائي الطلبة في المحاضرة الجديدة، المحاضرة الثانية من دورة الأدب التحضيرية. بهاي الدورة راح نعلمكم شلون تفهم مادة الأدب وشلون تقرأها وشنو الأشياء اللي لازم تركز عليها. المحاضرة السابقة تقدر تشوفها أيضا ناشرينها بقناة التليجرام وأيضا موجودة بقناتنا على اليوتيوب. المحاضرة السابقة أخذنا بها المصطلحات الأساسية في مادة الأدب وعرفنا الأدب بشكل عام. اليوم راح ناخذ 5 تعاريف جدا جدا مهمة وتجيك بالامتحان. بعض الأسئلة اللي ممكن الطالب يسألني إلها: أستاذ محمد، هاي التعاريف وين ألقاها؟ ما يحتاج تلقاها، تعاريف ذن تاخذ لهن سكرين وتكتبهن بالدفتر يمك، تعب نفسك، لا تدور، كل شي جاهز، الله يرضى عليك، لا تاخذ كل شيء جاهز، شويه تعب نفسك، هاي التعاريف تاخذ لهن سكرين وتنزلهن يمك تقراهن وباشر اسالك بيهن، باشر اسالك بيهن. حياكم الله. عيني طلابنا الاعزاء، فخلينا نبلش باخذ تعاريف مهمه بماده الادب. اول تعريف مهم عندنا هو الكونتراست او البارادوكس، سمونه كونتراست او بارادوكس، اللي هو التناقض. شنو مقصود بالتناقض؟ المقصود ب the use of two opposite things or pictures side by side، هو استخدام شيئين متناقضين جانب بجانب الآخر. يعني شلون؟ يعني احنا عندنا شيئين متناقضين، يعني عندنا شيئين بالقصيدة، الشاعر من يكتب هاي القصيدة راح يلقى بيها تناقض، يعني انت راح تلقى بيها تناقض. هذا التناقض يعني راح نكتشفه احنا بالقصيدة. اولا هو يريده من عندك تعريف بالامتحان، يقول لك عارف لي الكونترست وانت تعرفه، هاي واحدة. وممكن ايضا يجيك بطريقة اخرى واللي هي مثلا يقول لك استخرج لي التناقض. فمثلا على سبيل المثال طلابنا الاعزاء، مثلا الشاعر يقول كل شيء جميل الا انا حزين، everything is happy but I am sad، كل شيء سعيد إلا أنا حزين. هذا هو التناقض ما بين السعادة وما بين الحزن. طلابنا الأعزاء، أدري بالصورة ماكو، عيني أدري بالصورة ماكو، بس النت شوية ضعيف وقاعد تخرج، والله وياكم، الله شاهد، خليكم وياي، كل شيء ظاهر بالتسجيل، كل شيء موجود بالتسجيل عيني. فهذا هو الكونتراست، التناقض، هو التناقض ما بين شيئين أو صورتين في القصيدة، في القصيدة. وإذا ضربت لك مثال عليها everything is sad كل شيء، أو everything is happy كل شيء سعيد إلا أنا حزين، هذا هو مثال عن التناقض، هذا هو مثال عن التناقض. يعني اكو تناقض، او ممكن يكون التناقض ما بين الموت والحياة، يعني شاعر يتحدث عن الموت ويتحدث عن الحياة، فهذا هو تناقض كما هو تعريف وكما هو يوجد في القصيدة. لهنا احد عنده سؤال على موضوع الكونتراست التناقض عيني؟ وبالنسبة للامتحان، نعم بالنسبة للامتحان شلون يجيك تعريف يقول لك عرف التناقض، انت تنزل هذا التعريف The use of two opposite things, picture side by side. ارجع شوف الفيديو اذا هذا النت يمك ضعيف، اذا النت يمك ضعيف ارجع عيد الفيديو. نجي الى عندنا تعريف اخر وهو السجع، وهو السجع. شنو المقصود بالسجع؟ Is the repetition of the middle vowel sound, is the middle vowel sound in two words in the same poetic lines. شلون يعني هذا الكلام الاساينس اللي هو السجع؟ طبعا المقصود بالسجع هو تكرار صوت العلة في وسط البيت الشعري، في وسط البيت الشعري. إذا لقينا قصيدة وبيها صوت العلة متكرر بنص البيت الشعري، بنفس البيت الشعري، راح نقول على هذا سجع. راح أنطيكم مثال وأريد من عندكم أنتوا تحلونه. الآن لو جئت إلى هذه الكلمة، وهذا فرضناه بيت شعري، نريد نستخرج من عنده السجع، راح ندور وين اكو صوت علة موجودة بنص الكلمة متشابه. الأو مثلا، عندنا الأي
موجود بكلمة أمج وموجود بكلمة درو. إذن هذا حرف الأي وهذا حرف الأي، يعني هن لازم يكونون أصوات متشابهة. إذا كانوا بنص الكلمة راح نقول على هذا سجع، أو مثلا صوت الآي في كلمة بيكتشر وصوت الآي في كلمة يوزنج، هذا هو السجع، هذا هو السجع. زين عيني، وراح أعطيكم أنا مثال وأريدك تستخرج لي السجع. خلي نفرض هذا، خلي نفرض هذا هو بيت شعري، أريدك تستخرج لي من عنده السجع. يلا بالتعليقات جاوبني. يلا طلاب عيني، أريت من تأجلون الأسئلة والأجوبة أجلوها وجابونا بالتعليقات وين موجود عندك السجع في هذا البيت الشعري. زينب كاظم كاتبة words، غلط يا زينب، لازم تكتبين الحرف فقط، حرف الأو بالضبط. أحسنتي بنين، حرف الأو بالضبط، حرف الأو. الأو ليش؟ لأن موجود بكلمة consonant، موجود بكلمة sound، موجود بكلمة word. بالضبط أحسنتم، الأو. نعم، بعد عدنا بالله آخر، بعد عدنا، اي نعم بعد عدنا بالضبط. أحسنت يا ريام، أحسنتم. نعم، حرف الأي موجود عندي في كلمة many وموجود عندي في كلمة consonant. بالضبط، نعم أحسنتم. عيني أكو طلاب يقولون حرف الأن، غلط غلط غلط، حرف الأن غلط غلط غلط، صفر صفر. هذه أن شنو؟ وين أكو أن؟ أن مو علة يابا. عيني دا أقول لك صوت العلة، الأن مو من ضمن أصوات العلة، الان مو من ضمن اصوات العله، دا اقول لك فقط من اصوات العله. كاتب لي واحد الان والله موجوده بكونسوننت وموجوده بساوند، خطا، هذا الان مو من ضمن العله، دا اقول لك لازم يكون من اصوات العله. سواحد كاتب لي استاذ شلون نعرفه؟ شلون تعرفه؟ صوت العله اللي موجود بنص الكلمه متشابه، مثلا عندك الاو كما في كلمه كونسوننت وكلمه ساوند. هسه هذا المقصود بالسجع، اعتقد صار واضح التعريف، يجيك وبالامتحان يعطيك قصيده يقول لك استخرج لي السجع، انت راح تدور صوت العله الموجوده بنص الكلمه متشابه، راح تحدده تقول له استاذ هذا الصوت، خلاص انتهى الموضوع. زين استاذ بلا زحمه عليك، نعم نريد احدد له واجاوبه بحرف لو بكلمات، يعني شلون بكلمات؟ اكيد حرف، ما اريد اقول لك الحرف. اوكي دكتور شكرا. نعم حياكم الله. عندك رقم 3 الامجز، الامجز يعني شنو؟ يعني الصور. The use of words to draw a picture، هو استخدام الكلمات to draw لكي ترسم picture، صورة، of using image لاستخدام صورة، in order to لكي، in order to معناها لكي او حتى، in order to او لكي او حتى، to emphasize لكي تؤكد على فكرة معينة، to emphasize about an idea، إذن حتى تركز على فكرة معينة نستخدم فد تكنيك نستخدمه بالأدب نسميه إحنا الأمجز. الأمجز يعني الصورة الذهنية اللي موجودة بالقصيدة واللي إحنا راح نستكشفها ونوضحها، وراح نعرف ليش الشاعر استخدم هاي يعني الصورة الخيالية. فأكو قصيدة موجود، أكو موجود قصيدة عندنا بالثالثة المتوسط، قصيدة الشاعر محمد مهدي الجواهري، قصيدة دجلة الخير. يقول في هذه القصيدة، طبعا خلي ألقلكم شعر، أنا أحب الشعر طبعا، وإلقائي بالشعر يعني إن شاء الله يعجبكم، وطبعا يعجبكم، إذا واحد ما يعجبكم غير أسوي له إزالة وبعد ما خليه يشترك بالقناة، فدير بالكم واحد يقول مو حلو، زين دير بالكم. شوية أريد أكون يعني استبدادي بهذا الموضوع. زين زين، يقول محمد مهدي الجواهري: حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتيني، حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين. طبعا هنا أكو صورة ذهنية جميلة تقول
واحد يقول لي اعد اعد صدق كذي معيني طلاب خو ما عدنا احنا جلسه شعريه الله يرضى عليكم شويه حبيت الطف المحاضره زين حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجله الخير يا ام البساتيني حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين يعني دي يقول يا دجلة الخير أني حييت سفحك ظمآنا عطشان لوذ الحمائم مثل الحمامة لوذ الحمائم بين الماء والطين مثل الحمامة العطشانة اللي تدور مي بالطين وتلوذ وتفتار حتى تحصل على مي فأني عطشان إلتش يا دجلة مثل الحمامة طلاب أسألكم سؤال هسه أنا من قلت هذا الكلام ما أجت ببالكم صورة ذهنية للحمامة وإلى آخره ما أجت ببالك صورة الحمامة فتخيلوا بذهنك صورة للحمامة وللطين وللمي ودجلة وكذا أجت ببالك لو لا جاوبني بالتعليقات أجت ببالك صورة ذهنية اي بالضبط اذا هي هاي الصوره الذهنيه احنا نسميها الامجز اللي هي الصور بالضبط صوره الحمامه انت بديت تتخيل هو هذا الصوره يعني احنا في احد في واحده من القصائد يعني احد الشعراء يتكلم احد الشعراء الاجنبيين يعني انجليزي يعني يحكي عن يعني يتكلم عن 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 الربيع فيعني يتكلم يقول فهنالك السلحفات التي يعني تلعب وتروي قصص وإلى آخره فينطي أسماء حيوانات وأسماء جبال وكذا فهنا أنت راح تجيب بالك صورة ذهنية هذه هي هذا إحنا نسميها الأمجز وهنا الشاعر يستخدمها حتى يوضح فكرة معينة فهنا عندنا محمد مهدي الجواهري من قال حييت سفحك ظمآنا ألوذ به لوذ الحمائم بين الماء والطين دي يأكد على جانب وآخر مهم ما هو الجانب هذا برأيكم طلاب يعني ما هو الجانب اللي يراد يأكد به محمد مهدي الجواهري في قصيدته دجلة الخير هنا طبعا أحد الإخوان يقول تذكروا الماضي أعتقد قال هذا الكلام أحد الإخوان برأيك الجانب يعني جانب الاشتياق نعم بالضبط الاشتياق للوطن احسنتم احسنتي يا اسير احسنتي ضحى بالضبط اذا يعني احنا يعني معناه اذا هو راد يأكد على جانب الشوق فارسم صوره انه رسم انه صوره اللي هي صوره الحمامه اذا حتى اذا طلابنا الاعزاء اذا يجيك سؤال باللغه الانجليزيه ليش الشاعر يستخدم الصور تقول له to emphasize an idea to emphasize an idea أو to emphasize the idea حتى يأكد أنه عن فكرة معينة وطبعا أكو أمثلة كثيرة باللغة الإنجليزية باللغة العربية في القصائد اللغة العربية مثلا عندنا قصيدة بدر شاكر السياب لما يقول يعني مشتاق إليك شوقا من يذكر القصيدة بثالث متوسط شوق الغريق شوق للماء والطين لا 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 مو قصيدة شوق الغريق لا لا مو الغريب شوق الغريق إلى الهواء يعني مشتاق لك يا وطن العراق الوطنة بدر شاكر السياب مثل الغرقان تتعرف بالإنجليزي لا لا فيزياء يعني صدق كذيب يا اخوان دا ندرس ماده الادب وبس دا ننطي امثله بالعربي حتى نوضح لك اياها يا اخوي ف تمام استاذ نعم فهنا هذا الامثله هذه الامثله ليش استخدمها بدر شاكر السياب ليش استخدمها حتى يوضح ان فكره معينه اللي هي انه احنا لازم يعني انه احنا انه لازم نفهم الصوره اللي ركتبها ان الشاعر وهي صوره اشتياقه الى الوطن اذا هذه هي المقصود بالامجز
نجي الى رقم أربعة. رقم أربعة اللي هو الالتريشن. الالتريشن is the repetition of the initial consonant sound in many words in the same poetic line. الالتريشن اخوان الاعزاء المقصود به هو تكرار صوت الصحيح، الصوت الصحيح مو العلة، في بداية الكلمة في نفس البيت الشعري. يعني شنو معناه استاذ محمد؟ ما فهمت، ممكن توضح لي بعد اكثر؟ اي تدلل هسه راح افهمك اياه بصوره جدا واضحه. عيني المقصود بالالتريشن من تلقى القصيده بها نفس الاحرف بدايه الكلمه بنفس البيت الشعري تقول عليه التريشن. راح اعطيك مثال. فرضا انا عندي قصيده وهذا هو بيت شعري، راح اجي على هاي القصيده. طبعا هاي القصيده ادور هل هذه القصيده يوجد بها التريشن. نعم هاي القصيده تحتوي على التريشن. اين موجود الالتريشن؟ اللي هو بيكتشر البي وبويت. شفت هذول اثنيناتهم بهم التريشن. عندنا بعد التريشن اخر. اي نعم عندنا بعد التريشن اخر اللي هو شنو؟ اللي هو الما مي وميك. هذول اثنيناتهم التريشن. هذول اثنيناتهم التريشن. واضح عيني هسه؟ استاذ شوي عيدي. نعم طلابنا الاعزاء ركزوا، يعني شنو المقصود بالالتريشن؟ الالتريشن هو تكرار، هذا تعريف تحفظه، هو تكرار الصوت الصحيح، تكرار الصوت الصحيح في بدايه في بدايه الكلمات. يعني هاي مو عندي كلمه بدايتها من تكون متشابهه، هو هذا نسميها احنا التريشن. يعني مو الا بالتسلسل، عسى ما باول وبالاخير، المهم يكون عندي نفس الصوت ببدايه الكلمه. مثلا عندك هنا ب وهذا عندك ب، هذول مو متشابهين، هذول نسميهم احنا التريشن، نسميهم احنا التريشن. زين هسه برايكم طلابنا الاعزاء، برايك هذا هنا عندك التريشن؟ بلا دور لي بهذا، خلينا نفرض هذا قصيده وبها هذا البيت الشعري. يلا اخوان يلا استخرج قمة هالكرد من ها، عفوا استخرج صوت الالتريشن من هذا البيت الشعري. نعم صوت الاس، احسنتم. نعم صوت الاس. اكو طلاب كاتبين ام، لا عين الام مو الالتريشن. لا وين الام؟ الام لازم يكون متكرر اخوان، فقط صوت الاس لانه موجود بكلمة ساوند وموجود بكلمة سيم. ان خطأ فاطمة، ان خطأ يا فاطمة، تصار اس صح. خلينا نعطيكم بعد مثال اخر. خلنا نلقى لكم بعد فد مثال آخر. نعم هذا هو. بالله هنا شوف لي وين عندك alteration. فرضا هذه قصيدة وهذا هنا شوف لي أكو عندك حرف الدي دائما تذكر بشي دي. أحسنت بالضبط. شكرا جزيلا. نعم بالضبط. إذن طلابنا الأعزاء هذا هو المقصود بالالتريشن. ما شاء الله جوابكم حلو، تفاعلكم جميل. أيضا عندنا الالتريشن. الالتريشن هو نفسها الأمجز طلاب. الالتريشن هي نفسها الأمجز. هي نفسها الالتريشن. هي نفسها الأمجز بالضبط. يعني كل فرق ماكو، سواء إذا كتبت هذا التعريف أو هذا التعريف فهو نفس الشيء، بس هم مكررينه. يعني مرات اكو اساتذه بجامعات يقول امجس ومرات يقولون الستريشن، بس هو الاكثر شائع هي الامجس اللي هي الصور. الستريشن هي توضيح، ايضا صوره واضحه يستخدمها الكاتب بشكل بصوره معينه حتى يوضح شيء معين. ناس عندك طلابنا الاعزاء عندك خمس تعاريف تحفظهن. ناخذ موضوع الريبيتيشن بس رقم 6 ريبيتيشن بس هذا.
اخذ له سكرين يمك على مود تكتبه بالدفتر. بس الريبيتيشن ناخذه، بس هذا اخر واحد ريبيتيشن. طلاب عيني اخذوا سكرين للماده وكتبوا، ما انزل لكم ما لازم، بعد ما تقرون والله ما تقرون، اخذ سكرين واكتب التعاريف يمك. هذا انا هذا نظامي، انا هذا نظامي زين. الدكتور مالنا ملخصناها كلش واسعه، مو هيك شيء تعريف يعني حلوه مرتبه. والله هي هاي المشكله، انا ناصي طلابنا الاعزاء بالنسبه لاستاذك الجامعي، اذا 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 منطيك ملازم فنصيحتي لك تقرا على ملازم الاستاذ، نصيحتي لك تقرا على ملازم الاستاذ، لان الاساتذه يريد الشرح مالته. اذا جاب لك عرف لي مثلا قمه هيل كريد، فانت لازم تكتب له من ملزمتك، عفوا اذا جاب لك مثلا تعريف الالتريشن لازم تكتبه من ملزمتك. اذا ان طلابنا الشبكه ضعيفه جدا، فراح نضطر ان نتوقف النت المحاضره لها لهنا. خمس تعريف هذه اخذناهن، ان شاء الله نشوفكم بالمحاضره الجايه قارين هاي الماده وراح اسالكم بها. اتمنى اللي حاضر وراح يتابع ويانا ما يكون متاخر عن الماده ويكون قارئ الماده جيدا ولا ينطينا اعذار. دير بالكم للاعذار. منو كان عنده سؤال قبل شويه؟ دكتور تفضل. لا تحكي انت سؤالك، تقول اكو التعريف اللي عندي يختلف عن التعريف اللي عندك، اكو شويه بيتغير مو صح؟ نعم مو مشكله عيني، اي تعريف تكتبه صح، بس يفضل انه الاستاذ الجامع، استاذك اللي بالجامعه او استاذتك اللي بالجامعه انطوكم ملازم، يفضل انه تقرون على ملازمهم، يفضل هذا الشيء. دكتور. ايه